صحتك بيدك. بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن النظام الغذائي لمرضى ارتفاع الكوليسترول ولضبط الكوليسترول ضمن الحدود الطبيعية، مع ضيفتنا الدكتورة دانا الحموي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتورة دانا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف صحة دكتور بسام؟ الحمد لله. طبعا اليوم راح نتكلم عن ارتفاع الكوليسترول أو النظام الغذائي المناسب الذي يساعدنا على التحكم وعلى ضبط أيضا الكوليسترول ضمن الحدود الطبيعية. هناك أغذية ممنوعة جزئيا أو نسبيا، هناك أغذية مسموحة دكتورة دانا؟ هلا، أول شيء خلينا نقول ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع دهون الدم هي تعتبر من المشاكل الصحية المزمنة اللي بتترافق مع نمط حياة غير صحي، بالإضافة إنه بيكون بعض الناس عندهم ارتفاع سببه وراثي. نعم. فالأهم سبب الاتباع نمط حياة غير صحي، اتباع عادات غذائية غير صحية، الإفراط في تناول الوجبات السريعة، هي من أهم الأسباب لإصابة بارتفاع كوليسترول الدم، بالإضافة لقلة الحركة، بالإضافة للبدانة وتوضع الدهون بمنطقة البطن، وهون حيكون جزء من ما يسمى المتلازمة الاستقلابية. ففي أطعمة كتير ممكن تساعد في ضبط كوليسترول الدم، في نظام غذائي أو نمط حياة صحي بيساعد على ضبط كوليسترول الدم، بالإضافة طبعا لأطعمة لازم نخفف منها ونتجنبها، بالإضافة طبعا لتغيير العادات الصحية، لممارسة الرياضة بانتظام، لتوقف عن التدخين، لحتى نحمي القلب والأوعية الدموية من ترسب الكوليسترول على جدار الأوعية، وبالتالي التأهب للإصابة بأمراض القلب والأوعية المستقبل. طيب لو نبدأ بالنظام الغذائي دكتورة، وطبعا شكرا لهذا التوضيح، ونذكر بأن ارتفاع الكوليسترول هو عامل من عوامل الخطر الذي يؤدي للإصابة بالأمراض المختلفة، منها طبعا ما يتعلق بنقص التروية القلبية وأيضا الدماغية، ونتمنى دائما أن نحاول وأن نقلل قدر الإمكان من الأطعمة المسببة لهذا الارتفاع. طبعا الكوليسترول أيضا هو يتم بناؤه في الجسم، هو ضروري للجسم، لا نستطيع الاستغناء عنه، لكن لابد أن يكون هناك نظام غذائي دكتورة دانا. طبعا مهم جدا، مثل ما قلت حضرتك، الكوليسترول هو بيدخل بتركيب هرمونات الجسم، بتركيب كثير أشياء مفيدة، لكن ارتفاعه أكثر من الحد الطبيعي ممكن يسبب مشاكل صحية. قبل ما بلش صراحة أي شيء، بدي صحح معلومة شائعة وخاطئة، وأحيانا للأسف تشوفها من ضمن من بعض الأطباء، يعني كيف أو بعض الأطباء بينصحوا مرضاهم يتجنبوا زيت الزيتون إذا معنا ارتفاع كوليسترول، يتجنبوا تناول المكسرات إذا معنا ارتفاع كوليسترول. أولا بدنا نذكر بشغلة، المكسرات لا تحوي على الكوليسترول، زيت الزيتون لا يحوي على الكوليسترول، بالعكس تناول ملعقة طعام زيت زيتون يوميا صباحا على الريق من أهم العادات اللي لازم ندخلها لنمط حياتنا الصحي، لنساهم في ضبط كوليسترول الدم. إضافة اللوز أو اللوز بشكل تناول كم شكل يوميا من أهم الأشياء اللي ممكن تفيد في ضبط كوليسترول الدم. إذن هذه المعلومة الشائعة الخاطئة لازم نتجنبها، ولازم ندخل زيت الزيتون باعتدال لتناول المكسرات باعتدال كجزء من نمط حياة. نعم، للأسف يعني سمعت منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو طبعا لأحد الأشخاص، لن أذكر الاسم ولا حتى يعني أي لقب لهذا الشخص، وكان يتحدث عن السلوكيات الخاطئة في حياتنا اليومية، ويتحدث بشكل أساسي عن الأطعمة المعروفة طبعا
في بلاد الشام بشكل أساسي كموضوع الفطور أو العشاء، وجبة العشاء اللي هي طبعا تعتمد على الحواضر اللي هي الزيت والزيتون والجبنة وأيضا بعض الأطعمة الأخرى دكتورة. وأعتقد بأن هذه الأطعمة مفيدة، بالعكس يعني مفيدة ومفيدة جدا، لكن نتمنى دائما أن ننتبه إلى ما يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كان هذا الأمر يصدر من طبيب، طالما أنه لا يصدر من جهة رسمية فلا يعتبر صحيحا للأسف. هناك رسالة تقول: هل صحيح أن صفار البيض يسبب ارتفاع للكوليسترول؟ هلا اللي عندهم ارتفاع كوليسترول بنقول لهم خففوا من تناول البيض، لكن لا يعني انه امتنعوا عن تناول البيض، لانه البيض مفيد، وصفار البيض مفيد لاحتوائه على الحديد، لاحتوائه على حمض امينيه ضروريه للجسم، لاحتوائه على مواد مغذيه مفيده للاعصاب، للناس الرياضيين. لكن الشيء المهم اللي لازم ننتبه له انه مو هو تناول البيض او صفار البيض اللي حيرفع الكوليسترول، لا، هي اتباع عادات غذائيه خاطئه. يعني بصراحه تناول الكروسان مؤذي اكثر بكثير من تناول البيض محضره بطريقه صحيه. بالتالي وخلينا نقول بيضه واحده فيها حوالي 186 ميلي جرام كوليسترول، بالمقارنه مع كرواسان او طعام مقلي هذا مؤذي. الاطعمه الدهنيه يعني المخفيه اصلا، الدهون المخفيه. تمام. إذا دوما أنا بقول لهم للمرضى اللي عندهم حتى ارتفاع كوليسترول، فيكم تاكلوا بيض، فيكم تاكلوا، ما بصير تمتنعوا عن أي شيء، لكن لازم نتناول باعتدال. إذا هو نظام غذائي وليس حمية، يعني حمية تعني بمعنى المنع، هو نظام غذائي تعديل لنمط حياتنا، لنمط تغذيتنا، لاختيارنا للأطعمة المفيدة والتقليل قدر الإمكان من الأطعمة الضارة. طبعا لا يستطيع يعني الكثير، فقط يعني القليل اللي يلتزم حقيقة بدقة دكتورة بنصائح الطبيب وأيضا إرشادات اختصاصي التغذية. الأساس هم أنه نتناول بالإضافة لزيت الزيتون معلقة على الريق، نضيف لنظامنا الغذائي اليومي الشوفان. الشوفان يعتبر من الألياف الغذائية المنحلة بالماء، اللي هي لما نتناولها بجهازنا الهضمي بالأمعاء بتتحول نتيجة استقلابها بتطلع حمود دسمة قصيرة، هي بتساهم في ضبط كوليسترول الدم. بالإضافة للشوفان، تناول ملعقة طعام بذر الكتان وبذر الشيا مفيد جدا كمصدر لأوميجا 3 ومضادات أكسدة وألياف غذائية تساهم في ضبط كوليسترول الدم. شغلة مهمة جدا هي تجنب حذف وجبة الفطور، لأنه حذف وجبة الفطور من أهم العادات الخاطئة اللي بتقود لارتفاع كوليسترول الدم. لازم نتجنب الوجبات السريعة بكل أنواعها. لما بقول وجبات سريعة مو بس يعني همبرجر وبيتزا لا، يعني لما بنقول الكرواسان، البسكويت اللي بيحكي على الدهون المهدرجة، صراحة دكتور بسام الدهون المتحولة للترانس هي أخطر بكثير من الكوليسترول ومن الدهون المشبعة الموجودة بالطعام. بالتالي مهم أنه ننتبه، حتى سيدة البيت خلال تحضير الطعام تتجنب استعمال الزبدة، تعتمد على زيت الزيتون باعتدال، تتجنب القلي، لأنه هالممارسات الخاطئة تقود أيضا لارتفاع كوليسترول الدم. نعم، طريقة تحضير الطعام أيضا. وهناك رسالة من رسالة تقول: أنا عندي مشاكل كتير في موضوع طبعا عنده زيادة وزن، وأيا كانت الأطعمة التي يتناولها يشعر الشخص بالانتفاخ وأنه بطنه طبعا انتفخ، ذهب إلى العديد من مراكز متخصصة في التغذية أو مراكز التغذية والتزم بكل الأنظمة الغذائية اللي وضعوها أو الإرشادات، لكن عنده مشكلة بمسألة أنه ما عم يستطيع يتخلص من الوزن الزائد، هل أحتاج إلى اختبار للتحمل الغذائي أم ذي يعني ماذا ننصح؟ أولا بدي أقول له يحتاج لنظام غذائي صحي قليل السعرات الحرارية. بدنا نحدد فيه كمية النشويات ونختار النشويات بطيئة الامتصاص. بدنا ننظم وجباتنا لوجبات
صغيرة متعددة. بدنا نتعود نمضغ الطعام ببطء وبشكل جيد، نتجنب التدخين والتدخين الأرجيلة لأنه ممكن يكون هي ممكن العوامل تزيد النفخة. نحاول نتجنب المشروبات الغازية والعصائر، نحاول نتجنب تناول الفواكه بعد الوجبة الرئيسية، بل بالعكس إذا بدنا ناكل فواكه ممكن نبدأ فيها وجبتنا الرئيسية أو ناخذها كسناك صحي بين الوجبات. أنا بنصح اللي عنده نفخة يتناول يوميا قبل ما ينام كاسة لبن زبادي روب، يحط فيها معلقة صغيرة عسل، وممكن هي تكون جزء من نمط حياة صحي بيساهم في تخفيف من النفخة. بدنا الشخص اللي يعاني من النفخة لازم كمان بنفس الوقت يراجع طبيب هضمية، لأنه ممكن يكون سبب النفخة فطور وتخيليات في الأمعاء أو ممكن حصيات أو المال بولية أو بالإضافة إلى العادات الغذائية الخاطئة. نعم طبعا هو أيضا يعاني من مشاكل طبعا زيادة الوزن المقصود، ولم يستفد من كل الأشياء التي عملها، ربما يكون بسبب بعض الأطعمة التي يتناولها البعض. على سبيل المثال تناول الخبز بحد ذاته قد يؤدي لديه لهذه المشاكل أو حتى لزيادة الوزن أو غير ذلك من الأطعمة. هناك رسالة أخرى تقول: ما هو المعدل الطبيعي للكوليسترول؟ طبعا نجاوب على هذا السؤال مع ضيفتنا الدكتورة دانا الحموي استشارية التغذية بمدينة دبي الطبية. دكتورة دانا السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور بسام. إذن هناك كان سؤال: ما هو المعدل الطبيعي للكوليسترول دكتورة؟ المعدل الطبيعي للكوليسترول يختلف، أو خلينا نقول نجزء لتوتال كوليسترول، الكوليسترول الكلي والأس دي إل والأس دي إل اللي هو الكوليسترول السيء. نعم. التوتال كوليسترول لازم يكون أقل من 200 ميلي جرام بالديسيلتر، هذا المعدل المقبول. الكوليسترول الجيد لازم يكون بين 40 و 59 ميلي جرام بالديسيلتر، هذا المعدل الجيد. لكن كل ما ارتفع فوق 59 رقم كل ما نكون نحن عم ناخذ فوائد صحية أكثر. ليه؟ لأنه الكوليسترول الجيد بيساهم في حماية الأوعية الدموية، بيساهم بتعزيز قدرة جسمنا على الوقاية من أمراض القلب والأوعية. نعم. أما الكوليسترول السيء واللي هو الـ LDL اللي هو لازم ننتبه له كثير، ولازم لما نحلل دم ننتبه لهالأرقام اللي هو ما لازم يتجاوز 100 ميلي جرام بالديسيلتر، وخاصة إذا الشخص عنده عوامل خطورة. شو يعني عنده عوامل خطورة؟ يعني عنده زيادة وزن، عنده قلة حركة، الشخص مدخن. فمثلا حسب أحدث الدراسات الأشخاص المدخنين بيعانوا من ارتفاع الـ LDL أو ارتفاع الكوليسترول لازم يتناولوا علاج خافض للكوليسترول للوقاية من أمراض القلب والأوعية. نعم. هناك أيضا رسالة يعني أعتقد أنك أجبتي عليها من الأخت عائشة، تقول: هل انخفاض الكوليسترول الجيد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول السيء؟ ممكن طبعا، وهذا بيزيد خطر التأهب بالمستقبل لأمراض القلب والأوعية. لكن نعم. كيف نرفع الكوليسترول الجيد؟ هذا هو السؤال اللي لازم نعرفه كلياتنا. طيب قبل قبل ما نجاوب معي اتصال من الأخ أبو أحمد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم دكتور بسام. عليك السلام، مرحبا. كيف الحال دكتور؟ يا مرحبا، معك الدكتورة دانا، تفضل. السلام عليكم دكتورة دانا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. والله عندي استفسار بخصوص الكوليسترول. تفضل. أنا استعمل دواء لبيتور 10 ملي. نعم. أوكي. يوم وترك. وعندي هبوط نفس الكوليسترول، شوف الكوليسترول جيد 25 والسيء 105. اوكي حضرتك. وانا انسان مدخن. مدخن بعد؟ اي هالمشكله على الدكتور، انا ابتعد من التدخين بس مدخن. طيب يعني اول شيء، اول خطوه قبل ما تجاوبك الدكتوره، لازم يعني نوصل لمرحله نقتنع بانه التدخين لازم يتوقف عنه. رحت عده عيادات دكتور، ما قدرت صراحه. طيب انا اترك رقمك عند الاخت ميرا، انا بحاول ساعدك اذا عندك الرغبه بهذا الموضوع. خير ان شاء الله. ونسمع الجواب من الدكتوره. تفضل. بس على الدكتور على الدواء اللي بيتور هذا، بكون نتيجته شو كويسه في المستقبل ولا كيف ان شاء الله؟ عم تاخذ غير اللي بيتور؟ عم تاخذ ادويه ثانيه؟
لا لا بس بالليبيتور. طيب العمر كم؟ العمر 35. 35 في زيادة وزن؟ ايه 105. صار عندنا حالة زايد. نعم الوزن زايد دكتور. طيب دكتورة دانا، هلا اول شيء بدي اقول له اهم شيء بده يغير عاداته الغذائيه لعادات غذائيه صحيه، بدءا من التوقف عن التدخين الى خساره الوزن وخاصه الدهون الموضعه بالبطن، بالاضافه لزياده النشاط الفيزيائي الحركي. كل ما بنعمل رياضه اكثر بيتحسن مستوى الكوليسترول الجيد في جسمنا. لما بناخذ ملعقه طعام بالزيتون على الريق بيتحسن مستوى الكوليسترول الجيد في جسمنا. لما منخفض وزننا ونخفض الدهون الموضعة بالبطن، هذا عوامل مساعدة لرفع الكوليسترول الجيد اللي هو من عوامل الوقاية من ارتفاع الكوليسترول ومن عوامل الوقاية من أمراض الألف والأوعية. يعني أخي أبو أحمد بتمنى لك الصحة والسلامة معنا. نعم. طيب يعني عمرك بعدك في عمر الشباب، فطبعا تصور لو أنك تنزل من وزنك يعني بحدود 20-25 كيلو تتحسن بشكل كثير جدا، وربما لا تحتاج حتى إلى الدواء هذا الليبيتور أو غيره. طبعا موضوع الآخر نفس العملية، لو توقفت عن التدخين وأيضا تخلصت من الوزن الزائد فتتمتع بصحة كويسة. أنا لما سألتك أنا توقعت، وعذرا طبعا، توقعت عمرك يعني في الخمسينات، لكن موضوع التدخين مع زيادة الوزن مع ارتفاع الكوليسترول مع استرس العامل النفسي، فيعني هذا كله بيضغط أكثر ويعني بيعرضك أكثر لا سمح الله لأمراض القلب أو حتى الأمراض الأخرى. والأمر ببسيط يعني ببساطة بإيدك أنت، يعني موضوع النظام الغذائي دكتورة دانا ممكن يعني يتخلص من الوزن. وأيضا في عندي بعد الفاصل عندي طبعا دكتورة أيضا إناس العلوي، هي متخصصة في جراحة البدانة، فطرق متاحة يعني سواء كان نظام غذائي أو نظام دوائي أو علاج جراحي للتخلص من الوزن متاح هذا الأمر. شكرا دكتور. شكرا لاتصالك، نتمنى لك الصحة والسلامة، وطبعا بترك رقمك عند الأخت ميرا، أنا بتواصل معك بعد البرنامج. دكتورة دانا. نعم دكتور. في إضافة كثير مهم أنه نعرف أنه ما بيصير لحنا نوقف العلاج الدوائي للكوليسترول، خاصة إذا عنا عوامل مرافقة. نعم. ارتفاع الكوليسترول مثل التدخين، مثل قلة الحركة، مثل الضغط الوراثية، مثل البدانة وزيادة الوزن. دوما لازم نغير من عاداتنا الغذائية، نتوقف على شيء خطأ، نعالج شيء خطأ، وباتفاق الطبيب بنعدل الدواء أو نستمر على الدواء. نعم. طيب الأهم كثير انه بس حابه اضيفها، تناول الكركم او استعمال الكركم او البهار الاصفر او العقد الصفراء خلال تحضير الطعام يعتبر من العوامل الوافيه في ارتفاع الكوليسترول الدم. يعني اضافه الكركم نعم من جزء من نمط حياه صحي، بالاضافه لاستعمال اهميه استعمال الثوم القرفه وتناول البروبايوتكس كمكمل غذائي، هي من العوامل اللي بتساعد في الوقاية أو حتى بتساعد المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع الكوليسترول الدم. طيب لدي اتصال الأخ أبو حسين. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم دكتور. عليك السلام يا مرحبا، تفضل. سلام. مرحبا دكتور. أيضا دكتورة دانا. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله دكتور. يعني كنت أظن أن يعني في اختلافات في آراء الفقهية لما واحد يسأل عن يعني شيء معين ودكتور شيخ يختلف مع شيخ في الرأي الفقهي. نعم. الآن أشوف حتى في الأشياء الطبية في اختلافات، يعني الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة تختلف عن الأرقام اللي نقراها يعني أو من المستشفيات الحكومية الرسمية. نعم. يعني الأرقام تختلف، مثلا الكوليسترول LDL إذا كان تحت 150 مكتوب إنه هو لا بأس به، والدكتورة اليوم تفضلت وقالت لا 100، فما أدري. وملاحظة ثانية بالنسبة للأخ أبو أحمد اللي اتصل، حرام عليه يأخذ الدواء هذا، ما عنده كوليسترول أصلا، عنده نقص في كوليسترول النافع. صح إن نصائحكم الجيدة في موضوع البدانة وفي موضوع تغيير نمط الحياة وترك التدخين، كل هالأشياء جزاكم الله خير، يعني شيء جيد. شكرا. بالنسبة يأخذ اللاباتور في سليس، يعني مادة مضرة
عفوا أخي أبو حسين، يعني بالنسبة للأدوية لا أنا أستطيع ولا غيري يستطيع بدون ما يشوف المريض ويفحص المريض ويقوم بفحص المريض وأيضا الاطلاع على كافة التحاليل والاستماع للقصة المرضية بأن ينصحه بالتوقف أو تغيير الدواء؟ من يقوم بهذا الأمر هو الطبيب في العيادة أو في المستشفى. طبعا شكرا لنصائحك ولمداخلتك، لا نستطيع حتى لو كان هذا الدواء. لذلك أنا طلبت من الأخ أني أنا أتواصل معه، في أشياء تحكى على الهواء وفي أشياء تحكى مع الشخص نفسه، يعني لا أستطيع، لأنه لو هلأ أي حدا سمع كلامك وأخذ بهذا الكلام يتناول سواء الليبيترول أو الكريستور أو غيره من الأدوية، فطبعا هذا الأمر يعني قد يؤدي لا سمح الله لإصابة هؤلاء الأشخاص بالنوبة القلبية أو حتى بالسكتة الدماغية، وطبعا لا أنت تتمنى هذا الأمر ولا أي شخص آخر يتمنى هذا الأمر. فيعني لهذا انا قلت في المقدمه ان لاحظت ان في اختلافات، في اختلافات شيء طبيعي، لانه في يعني وانا ذكرت لو كنت معي في مع الدكتور عصام ذكرت مدى اهميه اعتمادنا على الطب القائم على البرهان وعلى الدليل، وهذا الامر هام جدا، لانه يعني اطبائنا من مختلف التخصصات من مختلف المدارس الطبيه، نحن في طبعا في دوله الامارات العربيه المتحده، واتمنى ان يكون هناك فعلا هناك بروتوكولات محددة من قبل جهة رسمية أن تحدد الطريقة العلاجية لهذا المرض أو ذاك، لا تعتمد فقط على خبرتي أنا كطبيب أو على من أي مدرسة أنا قدمت أو أتيت. فطبعا يعني شكرا لي طبعا المداخلة، وطبعا أرحب بك دائما، وأتمنى إذا كان لديك وقت ليس الآن يعني يوم غد في الصباح في الساعة 12 يعني أتناول معك هذا الموضوع بالتفصيل ونتناقش مع بعض، لأنه طبعا الوقت انتهى بالنسبة للدكتورة دانا ولدي ضيفة أخرى، فلو حبيت بكرة على الساعة 12 أيضا لو تترك رقمك عند الزميلة ميرا بتواصل معك وممكن نحكي حول هذا الموضوع. شكرا لاتصالك. طيب الوقت انتهى دكتورة دانا، لدي طبعا بعد الفاصل دكتورة إناس العلوي، وموضوعنا أيضا لم ينتهي، لم نتكلم بالتفصيل عن النظام الغذائي بالنسبة لمرضى الكوليسترول. كل الشكر للدكتورة دانا الحموي استشارية التغذية في دكتور كثير، بس أنا بس حابة بيشتغلي بسرعة التوعية والتوجيه. نعم. لحنا لما منقول الكوليسترول السيء ما لازم يتجاوز 100، خاصة بوجود كمية مهمة عوامل الخطر اللي تدخل وقلات الحركة وزيادة الوزن، وما بيصير أنا أجزم أو أعطي أمر بإيقاف دواء بدون استشارة الطبيب. لحنا هون عم نوجه للعادات الغذائية. نعم. نعم، وأشكر أيضا الأخ أبو حسين مرة ثانية. كل الشكر للدكتورة دانا الحموي استشارية التغذية في مدينة دبي الطبية. دكتورة دانا شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور.